بروز اليوسف نفس الموضوع. لا الموضوع تاني خاص بالغذاء. دكتور علاء فاهم رئيس القابضة للصناعات الغذائية بيقول الرئيس حمل فقراء ومحدودي الدخل بزيادة دعم التموين. السياسات المصالحة ساهمت في تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والأرز والسكر. طبعا هنا في التفاصيل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قال في حوار له مع روزا اليوسف ان الشركه هي زراعه الدوله القويه في مواجهه ارتفاع الاسعار وايضا في ضبط الاسواق من جشع التجار، لا سيما ان فروع المجمعات الاستهلاكيه ومنافذ التوزيع منتشره في ربوع الجمهوريه وبتبيع السلع للمواطنين باسعار اقل من الاسواق بنسبه 25%.